ومن بغداد ينضم إلينا مراسلنا أحمد مؤيد. أحمد، إذن آخر تطورات المشهد السياسي في بغداد نرصدها معك. مساء الخير ديار. على المستوى الشعبي فالمعتصمون قرابة بوابات الخضراء لا يزالوا مستمرون بالاعتصام. مجالس العزاء مستمرة لمدة أسبوع. شخصيات سياسية تزور هذه المجالس وتدعو إلى ضبط النفس والتهدئة. ربما يعني استغلوا وضعية المجالس ومن يتواجد داخل مجالس العزاء هذه بالدعوات إلى ضبط النفس والتهدئة، وربما الحل سيكون سياسيا قريبا. على المستوى السياسي، زيارة قاآن يوم أمس التقى يعني من خلال مصادر مقربة من الإطار التنسيقي قبل قليل، أكدوا بأن السيد قاآني التقى بالسيد هادي العامري ومصطفى الكاظمي، وكان هناك حوار للتهدئة ولوضع حل لهذه الأزمة. يعني بصورة عامة هناك يعني حراك تقوده شخصيات سياسية لإنهاء هذه الأزمة. كذلك من جانب مفوضية الانتخابات، يبدو أن مفوضية الانتخابات مستعدة بإشارة من في حال إذا المحكمة الاتحادية وافقت على العد والفرز الشامل لنتائج الانتخابات، بالتالي مصدر من داخل الاعتصامات ربما ستفضل الاعتصامات في حال قررت المحكمة الاتحادية بإجراء العد والفرز اليدوي الشامل لجميع المحطات. يعني ربما الأمور بدأت تتحلحل نوعا ما ديار من خلال هذه التسريبات وهذه التحركات. الكل يريد أن تنتهي هذه الأزمة بأقل الخسائر، بالتالي طيب. يعني مفوضية الانتخابات وإشارتها إلى أنه هي مستعدة لإجراء العد والفرز اليدوي في حال قررت المحكمة الاتحادية، فبالمقابل الشارع المعترض يعني جمهور الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات ربما ستنسحب من الاعتصامات التي يعني استمرت طيب. لمدة أكثر من بعد إعلان نتائج الانتخابات إلى الآن ديار. نعم طيب، هذا فيما يخص يعني الحراك الشعبي والسياسي في بغداد. حدثنا أيضا عن الحراك العسكري، كان يوم أمس هناك انتشار كبير للمدرعات والآليات العسكرية. ما هو المشهد اليوم؟ يعني اليوم الشوارع الحركة فيها طبيعية جدا وانسيابية في الحركة، يعني على عكس المعتاد. أنت تعلم أنه الدوام الرسمي تقريبا في الجامعات والمؤسسات الحكومية أثر على حركة السير، لكن اليوم ما شاهدناه من خلال تجوالنا في شوارع بغداد الحركة طبيعية. الانتشار الأمني الذي تحدثت عنه والكل شاهده يوم أمس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كان شبه استعراض عسكري لدبابات الجيش العراقي وآليات الجيش العراقي تحديدا في منطقة المنصور والمناطق المحيطة بالمنصور. ربما هذه رسالة من قبل الحكومة إلى من استهدف رئيس الحكومة بأن الحكومة وجيش الدولة هو موجود وله الإمكانيات بالكشف عن مصير أو مكان الاستهداف ومن استهدف رئيس الحكومة ديار. نعم أحمد مؤيد مراسل يو تي في، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا.